فنون الزراعة عملت غانم شو او فريق غانم اخوان او غانم 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 براذر. اخوان غانم دي كانت لذيذه قوي بقى اللي هي مش حفلات اللي الجامعه دي كانت نواه الثلاثي الضوئي نواه الثلاثي الضوئي المسرح وبعدين دي كانت حفلات الجامعه بقى كانت لذيذه قوي حفلات الجامعه يعني حتى من ضمن الذكريات الجميله وانا رايح الكليه نازل من الترماي ماشي ببص كده لقيت بنوته مش قمر شيء سبحان الله انت ذواقه بصراحه ماسكه الكتب كده في ايديها أيوة. ولبس المدرسه تفتكر مين؟ مين؟ مديحه كامل الله يرحمها الله يرحمها رايحه المدرسه وش انا وقفت كده انا عمري ما اكلم واحده واقف اكلم واحده لقيت نفسي مش قادر قلتها انت اسمك ايه؟ قالت لي مديحه انت في مدرسه ايه؟ قالت في مدرسه قلت لها تمثلي؟ اه والله العظيم قلت لها امثل فين؟ قلت لها عندنا في الكليه معنا في الكلية مع كنا في الكلية منافسة أسرة في أسرة الصغر أسرة الدكتور زيد أنا كنت أسرة الدكتور زيد وكان عادل نصيف ومحمود عبد العزيز وفاضل أسرة الصغر يعني دكاترة كله دكتور له أسرته بيبقى منافسة وافقت إنها تيجي تمثل مع دور صغير كده هو بقى عارف الصالة بقى الطلبة كده هو اتقلبت الصالة كده عرفت ان انا خبطت جول بقى كلنا الحفله كلها وكانت بدايه مديحه بقى وكلمت من الاستاذ محمد سالم عليها نزلت مصر وشافها وما شاء الله عليها يعني. كنت انت اللي قدمت مدام مديحه كامل طيب اتحولت ازاي بقى نجحت في الزراعه وخلصت الزراعه احنا كان الاخوان غانم دي لذيذه قوي وحفلات بقى كان جاء عادل نصيف ده بقى سافر امريكا سابكو سابنا بقى فجاه انا قلت هيروح ماشي والله مش طبيعي بس كان لذيذ قوي مين بقى اللي شاطه بقى ورحت لحقه وحيد الله يرحمه وحيد سيف خدت وحيد سيف جه وحيد سيف معانا واشتغل بتاع كنا يعني كانت حفلات لذيذه وافراح يعني وحيد سيف كان في الثلاثي الضوئي المسرح لبسته البدله الكحلي الجاكيت الكحلي والبابيونه وهو بقى اسكندراني اساسا فبقى هو اللي يجيب الحفلات خدت لي بالك وتروح تعمل له حفلات يجيب الحفلات ويخنصر هو خدت لي بالك انا كنت اعرف بعدين ان هو خنصر جنيه او 2 جنيه كتير قوي دي كانت حاجه كبيره يعني حقه هو شو جايب الحفله بس كان عسل 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 وكان مين الثالث؟ كان الثالث بقى هو مهندس زراعي اسمه نوري المأمون مش عارف بقى فين دلوقتي ولد مهذب قوي وكان لذيذ كده يعني لحد ما قابلت جورج قابلته فين بقى؟ جورج كان جاي جامعة اسكندرية كانت حفلات أسابيع شباب الجامعات عارف أسابيع شباب الجامعات؟ طبعا قابلت أنا جورج كنت عارف إن هو في عين شمس كان جورج مشهور أوي في عين شمس بيمثل في الكلية بيمثل وكان الضيف في القاهرة في جامعة القاهرة آداب القاهرة فلما جاء جورج واشتغل معايا أنا وجورج ووحيد اشتغلنا فترة في اسكندرية وبعد كده بدأ التلفزيون فشافنا الأستاذ محمد سالم ولما رحنا التلفزيون كان برنامج مع الناس تفتكر البرنامج ده بتاع منيب فؤاد منيب الله يرحمه كان هو اللي عامل البرنامج ده وكان لسه التلفزيون طالع فرحنا عملنا سكتش مش دكتور الحقني بقى عملنا سكتش كنت عامله هو السلامات حول العالم ده كسر الدنيا فشقطنا الأستاذ محمد سالم وهو فوق نزل لنا تحت قال لي انتوا منين؟ قلنا له من اسكندريه هو كان لذيذ قاعد يوصلنا كده طيب تجوني بكره طبعا نجي لك فينا فندم احنا هنروح الجامعه في اسكندريه روحوا وتعالوا سهل قوي عنده روحوا وتعالوا دي بعدين رحنا ونيجي نيجي نقوله قلت تعالوا لي تاني بعد بكره كان بيعمل اضواء المسرح هو برنامج اسمه اضواء المسرح اضواء هو كان عامل برنامجين واحد اسمه البيانو الابيض طبعا انت ما تذكرهاش لا تذكرهاش الوالد الله يرحمه يذكرها وبعدين اضواء المسرح فلما اشتغلنا معاه هو اللي سمانا ثلاثي اضواء المسرح وبدا هو بقى باول فرقه مسرحيه اعداده هو اللي عملنا فيها حواديت فاكر حواديت اللي انا كنت عامل ست فيها و سوسن يا سوسن يا فوزي دي كانت حكايه بقى عملناها في اسكندريه كان اسمي انا ايه كنت بتقول انا اسمي سوسن بدل اللي سوسن يقولوا لي يا فوزي انا كنت بضحك ضحك دي كانت ثلاثي اضواء المسرح دي كانت ثلاثي اضواء المسرح وبعدين انت الاول مره تلبس ست نعم اول مره تلبس ست اول مره اعمل ست فيها عملت الحاجه بتاع والجزمه الرهيبه دي
أول مرة ممثل يشتم، مش يشتم على المسرح يعني، يقول لفظ كده يعتبر شتيمة والناس تسقف، اللي هو إيه؟ الضيف. يعني أنا بقول له يا بابا، يا بابا، أنا متخيل نفسي يعني لما ليك بنت أنت بالمنظر ده كل شطارتك يا بابا يا بابا. فجأة لقيت الضيف ده متضمر وقال لي عايزة إيه يا بنت الكلب؟ أنا وقعت والناس أصل دي لازم تتشتم. صوتت أنا، كان أول ممثل بقى يعملها كل يوم، وبقيت أنا أزود فيها بقى يا بابا لحد ما مسكت، كنت بمسكه من البنطلون واشيله بالحزام كده وماشي بيه، يعني تخيل انت بنت ماشيه بابوها زي الشنطه. يا بابا وجورج حبيبي ربنا يشفيه. كنا بنشتغل بالمسرحيه دي بمزاج غير طبيعي.